بسم الله الرحمن الرحيم. نوفمبر 2014 بيبر 3 فاريانت 1، وما زلنا معاكم في السؤال السادس. واضح جدا ان السؤال ريفليكشن، في اوبجكت عندي هنا وفي مرايه هنا، وواضح انه عايزني ارسم الايمج بتاعتها. بيقول لي on figure 6 one for one of the rays shown draw the normal to the mirror. يا سلام، بس كده حاضر. يعني هو عايز من عند، تعالوا مثلا نرسم الراي دي، النورمال بتاعها هيكون فين؟ في المكان اللي نزلت عليه هنا اهو، كده اهو، ادي النورمال اهو، ادي النورمال اهو، تمام، ادي النورمال بتاع الري دي، تمام. طيب بيقول لي mark the angle of incidence, label this angle x. اهي دي الانجل اوف انسيدنس اهي اسمها x، تمام. السؤال دبل اي، on figure 6-1 draw the reflected rays for both incident rays. اه لا، ده موال بقى، ده لازم تركز معايا كده الله يكرمك عشان نعرف نحل. عشان ارسمها مظبوط انا مبدئيا لازم اقيس الانجل اوف انسيدنس، نعدل البروتراكتور بتاعي، وزي ما بقول لحضرتك لازم البروتراكتور بيكون عن نورمال. شايفين مظبطينه ازاي؟ شايفين مظبط البروتراكتور اهو، البروتراكتور خط الزيرو، ننزلها شويه كده، ننزلها شويه كده عشان نشوف اهو، ادي البروتراكتور خط الزيرو 180 يكون عن نورمال. طب لو بصيت كده هتلاقي ان الانسيدنت راي كده دي جايه عند 45 بالظبط، يبقى الانجل دي بالظبط كام؟ 45. يبقى هروح جاي الناحيه الثانيه، اروح عامل انجل كام؟ اروح عامل انجل 45. نظبط البروتراكتور بتاعنا مظبوط، خلي عينيك من فوق تبص من فوق بيربنديكولار كده مظبوط، ادي الانجل 45 اهي. اذا انا هقول ان دي الريفلكتد راي بتاعتي اهي، ويا ريت القلم يكون رفيع، سنون كده زي 0.5 اهي، دي برضو لازم تكون 45، دي الانجل اوف ريفلكشن. طيب نعمل ريفلكشن للتاني، ادي طبعا نرسم النورمال بتاعنا، نرسم النورمال بتاعنا، النورمال بتاعنا اهو اهو، ده النورمال بتاعنا. نقيس الانجل دي، نقيس الانجل دي، الانجل اوف انسيدنس هنا لا هنا معديه حب، هنا مش، هنا مش 65، دي مش 65، دي 67. الانجل دي 67، الانجل دي 67 ديجري. هروح من ريفلكتها بانجل برضو زيها 67. تعالوا كده اهي كده نظبط مظبوط بروتراكتور بتاعنا، ادي 67 هتبقى هنا 65 66، ادي 67، تمام. يبقى دي الريفلكتد راي بتاعت الراي دي بانجل اوف انسيدنس قد الانجل اوف ريفلكشن، الانجل دي برضو لازم تكون ايه؟ 67. طب ايه الوضع بقى دلوقتي؟ ايه الوضع؟ الوضع ان دول مش بيتقابلوا، الريفلكتد راي دي والريفلكتد راي دي مش بيتقابلوا، فانا هضطر اعمل اكستنشن في هذا الاتجاه، اكستنشن في هذا الاتجاه كده ورا في مؤخرة المراية خط منقط، واكستنشن لدي كمان في هذا الاتجاه كده هنا اهو. اتقابلوا فين؟ اتقابلوا فين؟ اتقابلوا في النقطة دي تقريبا اهي، دي الايمج على قد ما قدرت طبعا قدر الامكان. هي طبعا ربما كانت المفروض تبقى اعلى سنة، بس دي الري بتاعتي، اعملها زي ما حضرتك بتعملها. هو طبعا مديك رينج اوف ايرور، هو الراجل هيشوف. تعالوا نشوف المارك سكيم هنا في السؤال ده مديني الدرجات على ايه. الراجل قايل ان ارسم نورمال، رسمت نورمال والله، وعملت انجل اوف انسيدنس اكس اهي، وسميتها اكس اكس اهي اهي اهي، وسميتها اكس. بوث ريفلكتد ريز درون، انا رسمت الريفلكتد راي دي والريفلكتد راي دي بالدقه على قد ما اقدر. كونستراكشن لاينز تو لوكيت ايمج ماركت اي، اديني كملت الريز وعملت ادي مكان الايمج اللي سميتها اي. اظن ان دي هتاخد ان شاء الله الاربع درجات بتوعي.